ازيك شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبة ماين كرافت، والنهارده مش هنعمل نفس الفيديو اللي احنا عملناه امبارح بتاع كده على التيك توك. النهارده نعمل فيديو اللي احنا نعمل كل حاجة باللون الازرق، زي كده اجيب خروف باللون الازرق يعني، او ممكن ادهنه باللون الازرق يعني. وبرضه شايفين الجاية دي، حط دوسوا كده على اللايك، هتلاقوه باللون الازرق يعني اللي عندكم، يعني اللايك لما اللي عندكم يعني، يعني يبقى موف كده، يبقى ازرق اسود كده. انا عندي اسود اللايك لما احط. والنهارده الفيديو هو يعني قلت لكم صح، يعني لو انا مش قلت لكم الفيديو ايه اكتبوا في التعليقات، ولو عايزين اعمل حاجه بكره اكتبوا لي في التعليقات، عشان بنزل فيديو واحد بس في كل يوم، بنزل فيديو واحد طبعا. مش بقى تشتركوا قناتي، حط لايك. والنهارده بس كده انا هبني كل حاجه باللون الازرق يعني كده يعني، ماشي. النهارده ان شاء الله الفيديو عجبكم، يلا بينا نبدا. دلوقتي يا شباب كده عملت كل حاجة، ادي واحدة ثانية واحدة كده عامل الكرسي. ايوه كنت عايز اللون الأزرق. ايوه بس كده اكون خلصت كل حاجة، عشان نسيت الكرسي يا شباب، معلش. دلوقتي يلا بينا، يلا كده كده مش محتاجة فيها حاجة، يلا بينا نبني السلم. هظبط السلم وارجع يا شباب. خلصت ال ايوه خلصت السلم برضه يا شباب، صح هنزيد. بس اشتركوا في قناة ادم، اشتركوا في قناة زياد، يلا بس برضه حبيبي ده وارجع لكم يعني، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. او طبعا يا شباب نسيت اقول لكم حاجة، اللي انا هوريكم احط العفش فين وكده، ويلا مش عايز اطول عليكم يعني، مش قصدي حاجه في الفيديو، هعمل لكم اللحيط والحاجات دي. سوري سوري معلش، فكرت اللي هو هعمل اللحيط والحاجات دي وهرجع لكم. خلاص بقى تحصلي لي الاضاءه عندك وحشه اهو، لا مش اضاءه انا بس عشان بنيت البيت، فالاضاءه عامله كده يعني بتاعت ماين كرافت. طبعا زي ما قلت لكم ان انا هقول لكم وانا ببني العفش بتاع البيت بتاع ماين كرافت. قلت كده خلصت البتاع ده، اول البيت يعني محتاج كده اشيل اللي بحطه هنا، اشيل الخشب احطه هنا، هو السرير حلو سليم. ايوه ماشي، تبص على حاجة يعني. طب انا هعمل ايه بوكت المية؟ معرفش كده بتجيب اي حاجة باللون الازرق، مفيش حاجة كتير يعني باللون الازرق. وطبعا ده يعني لون ازرق جايب، ما تقوليش بقى. وبيتعمل كده بيتعمل، اقسم بالله لا. ممكن لما انا انام كده يعني هيجي عليا فقط يعني يقول له ممكن اعمل حمام سباحه ابدا الاول ممكن ده، واجيب بلوكات خشب، اجيب بلوكات الخشب دي وابني حمام سباحه، اروح ابني حمام السباحه وارجع لكم. والله دلوقتي خلصت الحوض، دلوقتي هبلاه. حاسه لو عملته كده هيبقى حلو، بس حاسه كده شلال. لقيته كده خلصته. طبعا خليت الحتة دي طولة من تحت يعني، عشان ما اقعدش اتعب نفسي واخلي الفيديو طويل.
جدا. وصبت شوية مية برا لا بس كانت صغير كده عشان ما يبقاش بقيت احط دي بس بس احط دي هنا وبس بس كده احط دي بس هنا لحظة السيف الدايم عم عارف نو سليب انا دوس تاني ميقات ليه بتقولي نو سليب انا عارف يا كل الحاجات دي طب الحاجات دي احطها هنا اللي جابها هنا دلوقتي والله ما اعرف تشيست غريب لحظة جابي كده اللي بتاع نفسي كده ايوه ادخل هنا اشوف الحاجات بقى من هنا نسيت اعمل حاجه نسيت اعمل كده والدنيا والدنيا ساعه كده احط مكيف انتوا اول مره تشوفوا نار زرقاء بجد اول مره تشوفوا نار زرقاء انا بجد اول مره اشوف نار زرقاء يعني مش قصدي اللي شفتها في الحقيقه قصدي في ماينكرافت خلاص هخليها واحده بس لا خليها كده ثانيه هي نور زرقاء ازاي بتحلي على نور برتقالية ايه كده لازم اعملها كده بس اول مرة اشوف خشب بتاع بوابة نظر بيتعمل في العالم الطبيعي بتاع ماينكرافت بس كده عارف اني عملتها مع ابوكي كده النص معلش بقى حصل طبعا قيمولي رايكم في التعليقات البيت شكله حلو ولا وحش لو وحش اكتبوا في التعليقات لو حلو اكتبوا في التعليقات كل حاجة عايزين اكتبوا في التعليقات انتوا مش معايا يعني البيت كده وطبعا لو انتوا بتحبوني اكتبوا لايك واشتركوا في القناة طبعا هتقولوا لي ده بس دروع دايموند هو ده التحدي مش هي كل حاجه موجوده هنا لازم اعملها ده يعني مش كل حاجه انا شايلها من طول افرك هنا خلاص طب كده يا شباب يكون الفيديو خلص ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا تعليق والله سلام حبايبي اشوفكم فيديو بكره حبايبي يلا ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه يلا سلام